احنا عندنا احنا في روزوود روزوود هوتيل في ابو ظبي، نصور لكم في السبا، في الجيم وفي السونا وفي الستيم، وعندنا احنا هنا مكان قاعده في الجاكوزي. ايوه اصور لكم هنا هذا المكان حلو. ساعه بعد شوي بتسكر، 10 تسكر يسكر المسبح. هذا الجاكوزي ما شاء الله مكان حلو. وهذا فوق الثلج. ايوه وهذا المكان الجميل روعه. وطبعا عندك هنا مكان حق السونا، عندك طبعا هذا المكان البخار السونا. هنا في مكان جديد طبعا اللي هو ستيم بارد، مكان جديد ستيم بارد. هذا المكان اول ما تفتح الباب طبعا عندك هني طبعا بخار شديد يطلع من تضغط الفصمه هني، تضغط على الباب تطلع لك الستيم من فوق لمده تقريبا دقيقتين. ستيم حار بارد في هذا المكان. طبعا السونا عندك هني مكان السونا. هنا عندك الجاكوزي. طبعا والمداخل. صناديق اللوكر اللي موجودة عندك.